السلام عليكم. قبل فترة عرضنا فيديو لأبو خالد. أبو خالد كانت عنده قصة فيها من المعاناة الشيء الكثير، بسبب أنه نتيجة فحص ما قبل الزواج طلعت عدم توافق بينه وبين زوجته اللي هي بنت عمه، ولكن أكمل في زواجه وأنجب أطفال، واجه كثير من المشاكل اللي ما كان يتوقع ولا ربعها. كانت قصة جدا مؤثرة، من خلال ردود اللي شفناها على الفيديو حسينا أنه مهم جدا أن حنا مو فقط نعرض مشكلة، لازم نعرض حل. احنا اليوم عند جينوم. جينوم هو اول مركز سعودي متخصص في فحص الامراض الوراثية، يفحصون اكثر من 3500 مرض وراثي. مركز جينوم هو اول مركز سعودي متخصص في فحص الامراض الوراثية، ما يفحص مرضين ولا ثلاث ولا أربع، يفحص أكثر من 3500 مرض وراثي. تأسس في عام 2016. إحنا أربعة شباب سعوديين أسسنا هذا المركز من واقع حاجة فعلية كبيرة جداً جداً، لسبب رئيسي وهو انتشار الأمراض الوراثية بشكل كبير في المجتمع السعودي. حيا الله أبو آدم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله محمد. يا أهلا وسهلا. شكرا لك على دعوتك. العفو. وشكرا لك أنك عرفتني على هذا المشروع الضخم اللي يديرونه شباب سعوديين، ويقدم شيء نوعي على مستوى السعودية. إحنا سعيدين أن نكون أول مركز متخصص، وبكل فخر قدمنا فحوصات بالآلاف، وهدفنا ورؤيتنا الكبيرة أن يكون مجتمع المملكة العربية السعودية خال من الأمراض الوراثية المتنحية اللي ممكن إيقافها والوقاية منها بفحوصات بسيطة جدا، وهذا اللي احنا نطمح له. تأثير الفراشة عمل صغير جدا يصنع لك فروقات كبيرة في المستقبل. أمراض الدم ليست الأكثر انتشارا، وليست الأكثر خطورة، وليست الأعلى تكلفة. هناك أمراض كثيرة تفوقها في الانتشار، تفوقها في الخطورة. واقعاً أمراض الدم الوراثية حسب تصريح البروفيسور الكبير الدكتور فوزان الكريع، وهو يعتبر أحد أهم المرجعيات السعودية في علم الوراثة، يقول أن أمراض الدم تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الانتشار، تسبقها أمراض اختلالات الشبكية الوراثية أو أمراض العمل الوراثي، ثم تأتي في المرتبة الثانية أمراض الصمم، في المرتبة الثالثة الإعاقات العقلية، في المرتبة الرابعة الأمراض الاستقلابية، ثم في المرتبة الخامسة تأتي أمراض الدم الوراثية. السؤال، هل إذا أنت عندك مرض وراثي هل رح ينتقل للأطفال؟ الجواب هو لا. في حلول كثيرة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وأهمها هو الفحص الوقائي. على فكرة، إن نحارب هذه الأمراض الوراثية ونحاول نوقفها قد ما نقدر، الفائدة ليست فقط صحية بحيث أنه ما رح يجينا أطفال مصابين، لا، حتى على موضوع الميزانية راح يكون في توفير جدا كبير للميزانيات على الدولة، وكذلك على العوائل اللي عندهم أبناء مصابين بهذه الأمراض الوراثية. لأنه أنت لما يجيك طفل مريض مرض وراثي راح تصرف عليه كثير عشان تقدر تعالجه، ولكن بمجرد أنك تفحص وتأخذ بالفحص ما تطنشه وتكمل في هذا الزواج من شأن عاطفي أو غيره، أنت بكذا قدرت توقف هذا المرض الوراثي اللي موجود عندك. علاج مريض واحد بفقر الدم، أنا أقول فقر الدم لأن عندنا إحصائيات كثيرة في المملكة، ولكن هناك أمراض أخرى، يكلف الدولة عشرات الآلاف من الريالات، يكلف الاقتصاد، هناك عندك تكاليف مباشرة على الشخص نفسه، على عائلته، وهناك تكاليف غير مباشرة على الاقتصاد برمته، على الاقتصاد كصورة كبيرة، لأنك أنت كل ما كان هناك شخص مريض يعني أن عندك جزء معين من السكان معطلين غير منتجين. هذه خسارة واحدة. الخسارة الثانية عندك التكاليف الاجتماعية والأسرية والفردية على الشخص وعلى التماسك المجتمعي، لأن يعني المجتمع المتعافي يقوم على أفراد متعافين. عشان كذا تجد وزارة الصحة بالفترة الحالية ركزت كثير على موضوع التوعية، صار في نشر فيديوهات أكثر، في نشر تعريفي أكثر، لأنه كثير من الأمراض بمجرد أنه يكون عند المجتمع وعي اتجاه هذا المرض راح يقدرون يوقفونه، لأنه السبب الأساسي في انتشاره هو قلة الوعي. أعرف أنك ممكن تسأل تقول طيب محمد، دام حنا نقدر نوقفها، أجل ليش هي قاعد تنتشر؟ بشكل أساسي محمد، الأمراض الوراثية هي مشكلة غير مدركة، يعني مو كل العوائل تدرك أن هذا المرض اللي أصيب فيها الطفل هو مرض وراثي ويمكن أن يتكرر في الحمل القادم، أو يمكن أن يحدث لبقية الأخوة والأخوات وأقارب الدرجة الأولى والثانية. هم لا يعرفون هذه المعلومات، يعتقد المختصون أنها معلومات أساسية ويجب أن تكون معروفة وبديهية، لكن هذا أمر غير صحيح.
الناس بحاجة ماسة للإرشاد، بحاجة ماسة للمعلومات، للاستشارة، بحاجة ماسة لمن يعني يعطيها هذه المعلومات البسيطة والبديهية، يقول لهم أن هذا المرض وراثي، يمكن أن ينتقل، يمكن أن يتكرر، ممكن أن يحدث في يمكن أن يحدث للأخوة والأخوات، يمكن أن يحدث للأعمام والعمات. المشكلة في الأمراض الوراثية أنها تخلق حجم كبير جدا من المعاناة، وأتوقع أن قصة أبو خالد اللي نزلناها قبل أكبر دليل. بعض الناس للأسف أنه اندفاعه العاطفي، أو البنت لما يكون عندها اندفاع عاطفي تتجاهل مثل هذا الفحص وتعتقد بأنه غير مهم، يقول لك أنا ما أقدر أستغني عن هذه البنت، أنا أحبها وأبغى أتزوجها، أو من يوم نحن صغار هم يقولون ترى فلان لفلانة، وحس أنه أصلا في ضغط مجتمعي عليه فما يقدر يتراجع عن هذه الخطوة لأنه الفحص طلع غير متوافق بينه وبين زوجته. ولكن المعاناة اللي بتجي في المستقبل معاناة مختلفة تماماً ما تتوقعها. لا تسمع كلامي، لا تسمع كلام كثير من الناس اللي أخذوا بالفحص، راح شوف ناس سووا مثل حركتك واندفعوا عاطفياً ولا أخذوا بالفحص وكملوا في هذا الزواج اللي المفروض أنهم ما يكملون فيه، وجاهم أطفال كثير. العاطفة أنت بتتزوج بتقعد مع زوجتك، يمكن مع الأيام تخف الأمور العاطفية أكثر ويبقى موضوع العشرة وموضوع الاهتمام في الأبناء وصحتهم ورعايتهم، وهنا أنت راح تحس بحجم الخطأ الكبير اللي أنت سويته لو ما فحصت وأخذت بالفحص. لأن الأمراض الوراثية المشكلة فيها ما هي فقط صحية أو غير صحية، تسبب كثير من التفكك الأسري، والتراجع عنها جدا صعب. لما تتزوج وتنجب طفل مصاب ما تقدر تراجع، طفلك هذا ابنك، أنت ملزوم أنك تعتني فيه وتصرف عليه وتهتم في صحته، مو سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، حين تقعد معك كل العمر وأنت منشغل في رعاية صحة ابنك اللي المفروض أنه يكون إنسان متعافي لو أنت أخذت بهذا الفحص. عقيلة السنان مستشارة وراثية سألتها سؤال أتوقع أنه في خاطرك، أنت بتفحصون عن 3000 مرض وراثي، وش الآلية اللي تسوونها عشان تفحصون؟ يعني في إبرة في الظهر ولا في بنج مع الرأس ولا وش الخطة اللي بتفحصون فيها؟ الخطة أسهل مما تتخيل، تعال معي خلينا نشوفها. يلا لو الواحد يبغى يوصل لكم عشان يسوي الفحص مع جينوم، أنتم فحصتوا أكثر من 3000 شخص الفترة اللي راحت؟ نعم. كيف الآلية اللي تفحصون فيها؟ أحد أهم الأهداف اللي حطناها قدام عيوننا يا محمد أنه يكون الفحص الوراثي في منتهى السهولة ويستطيع الجميع أن يحصل عليه مهما كانوا، سواء كانوا يسكنون في المدن الكبرى اللي تتواجد فيها المستشفيات التخصصية مثل الرياض أو جدة أو الخبر، أو يسكنوا في أبعد منطقة في الشمال أو في الجنوب في أبعد هجرة. فعلياً نحن خدمنا أناس من هجر بعيدة جداً في الجنوب، خدمنا أناس من مدن الشمال، من مدن الغرب. الفكرة الأساسية أنه أي شخص يحتاج لهذه الفحوصات الوراثية فقط يتصل بنا على الرقم الموجود اللي احنا ناشرينه في كل مكان. اذا اتصلت علي خلينا نقول من بيشه مثلا، وهي منطقه بعيده في الجنوب، ستتحدث اليك الاخصائيه وراح تطلب منك التقارير الطبيه اذا كانت متوفره عندك، وراح تاخذ منك التاريخ المرضي بشكل دقيق جدا، ثم ستعطيك التوصيات، بتقول لك ان انت محتاج لهذا الفحص الوراثي المحدد. اذا انت اتخذت القرار، قرار العمل الفحص الوراثي، نحن سنتولى العمليات اللوجستيه او العمليات الأخرى، سنوجهك لأقرب مركز لسحب الدم، سيكون قريب جدا منك، في ربما في نفس القرية أو في نفس المدينة، ثم سنتولى أيضا نحن عملية استلام العينة وإرسالها من أي مكان في السعودية إلى مقرنا الرئيسي في الدمام، ومن بعدها نرسلها إلى المختبرات. الفكرة محمد أن العمليات اللوجستية نحن نهتم بكل تفاصيلها، ما على العميل إلا أن يوفر لنا المعلومات الأساسية اللي نحتاجها، وبعدها كل شيء علينا. طبعا هذه الغرفة غرفة معقمة للحفاظ على جودة العينات. سحب عينة الدم يتم في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، ممكن أنه أي أقرب مستوصف للشخص ممكن أنه يذهب له، طبعا إحنا نرتب مع المركز وكل شيء. فقط عينة الدم؟ عينة الدم، ما في قطع شيء؟ لا أبدا، فقط دم، عينة الدم عادية. طيب ممكن أحد يقول لي أبو حميد تراك بالغت، ممكن الواحد يروح يسوي فحص في المستشفيات الحكومية وانتهى الموضوع. الفحص في المستشفيات الحكومية جدا جميل، جدا كويس، ولكن هو ما يفحص إلا عن مرضين فقط. لذلك تجد بعض الناس يروح يفحص عن المرضين ويطلع فيه توافق، بعدين يتزوج ويكتشف ان فيه أمراض أخرى صارت في أبنائه، لأنه جينوم ما يفحصون عن مرضين وراثيين فقط، هم يفحصون عن 3500 مرض. ممكن تقول محمد
غالين، هم ما هم غالين، هم أسعارهم في متناول اليد، وهو مركز تجاري أكيد إنه بيكون بمقابل، ولكن أنت بس لو كذا تبدأ تحسبها على خفيف بتشوف كم تدفع للمهر، كم تدفع لقاعة الأفراح، كم تدفع الذهب حق العروس، كم تدفع ل تشوف انك صرفت مرة كثير، اقل من 1% من المبالغ اللي بتدفعها بتدفع مقابل تحليل يفحص لك 3500 مرض ممكن يخليك تتزوج وانت مطمن بعد توفيق الله. هذه رسالة مهمة جدا جدا للاباء والامهات، كل الاباء والامهات، اذا كان عندكم طفل مريض وتم اكتشاف الجين المسبب للمرض ارجوك لا تعتقد ابدا انه هذا شأن خاص بك انت فقط او بهذا الطفل المصاب. وجود طفل مصاب في العائلة يعني أن هناك احتمال كبير جداً أنه كل أخوانك وأخواتك ممكن أن يكونوا حاملين للجين المسبب للمرض، ممكن في أي لحظة أن ينجبوا طفل مريض مثل ما أنجبت أنت طفل مريض. أعرف أنه في ناس بتكتب لي تحت في التعليقات ليش يا أبو حميد ما تكلمت على الأسعار؟ كالعادة شوف أنا أي شيء فيه تفاوت أسعار ما أحكي على الأسعار أبداً. شوف جينوم يختلف السعر حسب الحالة، فكل حالة لها فحص تختلف عن حالة أخرى، أنا أفحص فحص أنت يمكن ما تفحصه، سعر فحصي يختلف عن سعر فحصك، ولكن بشكل عام أسعار الفحص بمختلف أنواعها هي أسعار في متناول اليد، أسعار بسيطة جدا تستاهل أنك تروح وتسويها. مو فقط اللي يبغون يتزوجون قريب، حتى اللي متزوجين مهم أنهم يروحون ويفحصون، حتى الأسر الكبيرة مهم أنها تروح وتفحص وتعرف وش الأمراض الوراثية اللي موجودة عندهم عشان بعدين يعرفون كيف يحدون منها ويوقفونها. شكرا لكم على متابعة هذا الفيديو، شكرا جينوم على حسن استضافتكم لنا وانكم ساعدتونا في نقل هذه المعلومات للناس. كثير من الناس ما تقدر تعاتبه لان ما فيه وعي، ما حد نبهه، ما حد حذر واعطاه تنبيه جدا قوي بانه لا وقف، ترى الموضوع ما هو بسهل ولازم تاخذ الحذر. اللي وده يتواصل مع جينوم يقدر يشوف بياناتهم بالوصف تحت هذا الفيديو. اتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم حياة سعيدة وحياة زوجية بدون أي مشاكل صحية. هذا حسابي في سناب شات وهذا حسابي في انستغرام، أتشرف بإضافتكم وأشوفكم على خير وفي أمان الله.